بدأت في مسقط بمباني مؤقتة، ومن ثم تم بناء الحرم الجامع للكلية الآن في 2010 انتقلت الكلية هنا في اللندن. الكلية بشكل رئيسي تعنى بالعلوم البحرية واللوجستية، بالإضافة إلى برنامج الهندسة التحويلية اللي هو احتياجات القطاع الصناعي المصانع الكبيرة بالنسبة للآن. عدد الطلبة حالياً احنا عندنا حدود 1350. مشروع المكتب الإلكترونية اللي طبعاً مدعوم من الكيم جي رمداس أو من إشراقه، راح يتيح للطالب، للدارس، للموظف، للأكاديمي، بالإضافة للقطاع الصناعي، الولوج للبيانات اللي يحتاج لها سواء في التعليم أو في التعلم أو أيضا الأمور المتعلقة بالبحوث في الهند. فهي تعتبر قفزة نوعية للكلية في استخدام التكنولوجيا.